السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص الأسئلة اللي بتيجي حوالين إيه هي ضغوطات الهواء اللي بتحصل في مسدسات الرش الـ HVLB الـ LVMB الـ Conventional أو الـ HB أو الـ LVLB. اللي حابب يعرف المسدسات دي، كل مسدس كده شرحه بعينه، ده إن شاء الله هتلاقوها فيديوهات لوحدها كده في قائمة تشغيل انواع المسدسات وانواع ضغوطات الهواء. طيب، المسدسات في الاصل اللي هو المسدس اللي هو الضغط العالي اللي هو الكونفنشنال او الاتش بي اللي هو هاي بريشر، ضغط 4 بار 5 بار، دي مسدسات بس ما عادش بتشتغل بيها دلوقتي. يعني المسدس اللي هو الكونفنشنال ده اللي هو الهاي بريشر، شايفين العداد ده؟ العداد ده بيكون راكب هنا اهو. المسدسات الاول كان لما تيجي تشتغل تظبط ضغط الهواء على 4 بار و5 بار، كانوا بيطلعوا من هنا نفس الضغط، بيطلع اللي هنا 4 بار بيطلع من هنا 4 بار، هنا بتكبس كده يكبس يعد معاك 5 بار بيطلعوا من هنا 5 بار، هو مصمم لكده سواء بقى التصميم في المسدس او في الوش، لان في مسدسات احنا بنقول اتش في ال بي ال في ام بي مش عارف ايه، ممكن تغير انواع ضغوطات الهواء عن طريق تغيير الوش. يعني انا معايا مسدس واحد اهو، ممكن اخليه اتش في ال بي اركب الوش ده، طب عايز اخليه ال في ام بي اشيل الوش ده واحط الوش بتاع ال في ام بي، طب عايزه ال في ال بي اشيل الوش ده واحط الوش بتاع ال في ال بي، تمام كده. وفي انواع مسدسات تانية ما ينفعش بتغيير الوش، لازم تغير المسدس بالكامل عشان توصل ل اتش في ال بي او ال في ام بي. كل شركه وبيكون ليها الغرض والتصنيع والتصميم بتاعها. فكان الكونفنشنال ده كان مسدس ضغط عالي، تديله من هنا 4 بار يطلع من هنا 4 بار. طيب، في بقى مسدس اللي هو الاتش في ال بي، وده المشهور والمعروف، ده مسدس اتش في ال بي اللي هو هاي فوليوم لو بريشر، بياخد من هنا كده اهو، ده بيركب عداد هوا بيركب من اهو، هتديله من ده بيشتغل على ضغط هوا 2 بار 2.5 بار 1.5 بار 1.8 بار. طب لو بياخد بقى من هنا ال 2 بار بيطلع من هنا 2 بار؟ لا، امال بيطلع كام؟ بيطلع من هنا 7.1 بار، تمام؟ طب لو ادينا له 1.6 بار مثلا او واحد هتقلل هيقل من هنا اهو. يعني طب لو عايزينه يطلع من هنا الاثنين بار اللي داخلين من هنا، يبقى لازم تديله من هنا بتاع 4 بار مثلا او 3 بار ونص. طب ماشي، ما هخليه بقى يشتغل 2 بار، ما هو المسدس الاتش في ال بي مصمم ان هو على 2 بار، اقصى حاجه 2.5 بار، لو فكرت تديله اكتر من كده هو مش هيطلع من هنا كده، ولو طلع من هوا ضغط هوا عالي هتلاقي الرايه بتاعتك طالعه الطبيعي بتاع الرايه عامله كده. يعني المسدس الكونفنشنال تديله الاربعه بار او الخمسه بار يطلع لك الرايه مظبوطه كده اهو. انما الاتش في ال بي لو اديته اكتر من الهوا اللي مسموح بيه اللي هو الاثنين بار او الاثنين ونص هيطلع لك الرايه عامله كده، مش مظبوطه. مش مشكلة في الوش، لا، هو مسدس مصمم ان هو يشتغل على 2 بار يطلع من هنا 7.1 بار، ده عشان ضغطه عالي كان بيطلع الحبيبات ناعمة جدا وده الفينش بتاعه عالي قوي. طيب، ال اتش في ال بي بقى بيطلع 7.1 بار، يعني ضغط هواء ضعيف فالحبيبات هتكون كبيرة، تمام. ده اول واحد كده الكونفنشنال 4 بار بيساوي 4 بار، ال اتش في ال بي بياخد 2 بار بيساوي فاصلة 7.1 بار، تمام كده يا رجاله. طيب، في بقى مسدس تاني عملوه اللي هو ال في ام بي اللي هو احيانا بيتقال عليه ترانس تك او ار بي، ده مسدس بيشتغل برضه زي الاتش في ال بي على 2 بار او 2.5 بار اخره، حتى تلاقي المسدس نفسه في الاتش في ال بي تلاقيه مكتوب عليه ماكس 2 بار فاصلة 2، يعني اقصى حاجه اقصى هواء يدخله من هنا 2 بار
لو فكرت تديله اكتر من 2 بار ماشي، 2.5 ماشي، لكن اكتر من كده هيبدأ يهيس ويطلع الرام مش مظبوطه. طيب ده بياخد ال LVMB بقى، او الـ او الترانس تيك او الار بي زي ما بينقال، بياخد ال ال 2 بار بيطلعهم 1.7 او 1.8 بار، او ممكن في بعض الانظمه 1.9، او ياخد ال 2 بار يطلعهم 2 باور، اللي هو ال LVMB اللي هو الوسط ما بينهم بقى، بياخد الاثنين بار بيطلعهم 1.8 بار. تمام؟ طيب ده ال HB اللي هو الهاي بريشر ضغط العالي او الكونفنشنال، ال HVLB هاي فوليوم لو بريشر، يعني بياخد كميه هواء كبيره زي ما احنا قلنا 2 بار، هاي فوليوم حجم كبير من الهواء، هاي فوليوم لو بريشر اتش في ال بي، ال اختصار لكلمه لو يعني قليل، بيطلعه بضغط قليل زي ما مكتوب هنا اهو، هاي فوليوم يعني حجم كبير من الهواء كبير، لو بريشر قليل بيطلع بضغط قليل، هنا دخل حجم كبير طلع من هنا حجم اقل، ده نتيجة ايه؟ تصميم الوش او تصميم المسدس، هو متصمم كده. في انواع مسدسات تلاقي ممكن تغير من HVLB عن طريق تغيير الوش زي ما قلنا، وممكن عن طريق المسدس، مش كل الشركات زي بعضها، في انظمة كده للمسدسات وانظمة كده، كل شركة بتكون عاملة التصميم بتاعها. والـ LVMB زي ما قلنا اللي هو بياخد اللي هو الضغط المتوسط او الوسط ما بين الاثنين. في مسدس تاني اللي هو LVLB، ده بياخد ضغط قليل بيطلعه بضغط قليل، حتى ولكن هو مصمم لرش الورنيش، هتلاقي حتى الفتحات بتاعته هنا بتبقى كتيره، اللي هو الفجوات دي بيكسر الورنيش، وده ميزته ان هو نوع، ده نوع مسدس كده اهو، حتى ممكن تلاقي مكتوب عليه LVLB، بياخد الاثنين بار هيطلعوا لك الاثنين بار، هياخدوا الواحد بار هيطلعوا لك الواحد بار، ومش شرط على فكره، وبيشتغل على ضغط، ممكن كومبرسر صغير يشغله، ولكن مش شرط، ولكن هو معروف ان هو بتاع المواتير الصغيره، في انواع LVLB بتشتغل على مواتير كبيره، اكتر مسدس بيعوز ضغط هواء اللي هو ال HVLB. لانه بياخد هواء بياخد هواء كتير، فده اكترهم يعتبر يعني. بس كده يا رجاله، ادي القصه بتاعت المسدسات. اللي عنده اي اضافه يسيبها خلاص في التعليقات، يا رب يكون فيديو سهل ومفيد، معلش ممكن يكون طول شويه، بفضل الله تم الموضوع يا رجاله، يا رب يكون فيديو سهل ومفيد، اللي عنده اضافه يسيبها خلاص في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.